الظروف الراهنة اللي عم تمرق فيها البلد، ورغم الظروف القاسية من تأمين مادة البنزين لأهلنا وناسنا، نحن شركة موجودة رح نفتتح المحطة كنا قريبا بوقت مغاير لهيدا الوقت، لأنه نحن بعد ما خلصنا تجهيزاتنا بالمحطة كاملة لنقدر نكون بخدمة أهلنا. بس لما لقينا الأزمة اللي عم بتطال المواطنين والعالم ما عم تقدر تسيسر حالها بالبنزين لتقدر تتحرك وتروح على أعمالها، أخذنا قرار إنه نوقف حد أهلنا وناسنا ونفتح خزاناتنا اللي فيها استوكاج مشان نقدر نكون بخدمتهم ونكون قد ثقتهم ونحاول إنه نخدمهم قد ما فينا. اليوم نحن كل الشكر للأستاذ أوسكار يمين لتأمينه مادة البنزين لمحطتنا لنقدر نفتح. نحن رح نفتح لآخر لتر بمخزوننا، بتكون العالم راضية بظل تسكير باقي المحطات الموجودين بالمنطقة عنا، فأخذنا القرار بالفتح والله ولي التوفيق.